انطلق في مقر الأمم المتحدة بجنيف مؤتمر المانحين للبحث عن سبل لتخفيف الوضع الإنساني الكارثي في اليمن وتفادي عاصفة مجاعة تلوح في الأفق. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال مشاركته في المؤتمر أن اليمن يواجه كارثة إنسانية حقيقية، وأن أكثر من ثلثي الشعب بحاجة للمساعدة الإنسانية، مناشدا المجتمع الدولي بالمسارعة في إنقاذه من المجاعة. Yemen today is experiencing a tragedy of immense proportions. 2 years of conflict have devastated the lives of ordinary Yemenis. The need for humanitarian aid and the protection of civilians has never been greater. Our humanitarian appeal for 2017 is $2.1 billion, and only 15% has been met until the present moment. أعلنت المملكة العربية السعودية تبرعها بمبلغ 150 مليون دولار لمساعدة اليمن استجابة للخطة الدولية لتمويل العمل الإنساني في اليمن. وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية معالي الدكتور عبد الله الربيعة أن المساعدات التي قدمتها السعودية لليمن خلال عامين تزيد على 8 مليارات دولار. طبعا المملكة العربية السعودية دائما وعلى مر التاريخ تسعد بأن تكون في مقدمة الدول التي تقدم منح ومساعدات للدول المحتاجة في شتى أنحاء المعمورة بصرف النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو العرق. اليوم المملكة العربية السعودية وبتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين تقدم مساعدات استجابة لنداء الأمم المتحدة ب 150 مليون دولار. هذا يضاف إلى ما تم تخصيصه للمركز من مبالغ لتنفيذ برامج في اليمن خلال هذا العام تزيد عن 100 مليون دولار، وبهذا تصبح المملكة العربية السعودية من أكبر الدول المانحة لليمن. وأكد معالي الدكتور الربيعة أن المملكة دأبت على مد جسور الدعم والمساندة للمجتمعات والدول المحتاجة، وأصبحت في مقدمة الداعمين للعمل الإنساني والتنموي في العالم، حيث حظي اليمن بجزء وافر من هذا الدعم على مر التاريخ، تأكيدا للروابط العريقة بين شعب المملكة والشعب اليمني. الوضع الكارثي وتفادي مجاعة في اليمن جعل من المجتمع الدولي أكثر حراكا في جنيف. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.